اصدرنا قرار باعتبار جميع البلديات التي تعرضت لهذه الكارثة والسيول مناطق منكوبة، موجها كافة الجهات العامة والخاصة والمختصة باتخاذ التدابير اللازمة والعاجلة والاستثنائية لمواجهة كافة الأضرار في هذه الكارثة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا تتكرر علينا. وجه بإعلان الحداد الوطني لمدة 3 أيام على أرواح المواطنين الذين فقدناهم وفقدوا حياتهم خلال هذه الفيضانات والسيول، وتنكس بعون الله الأعلام لمدة هذه المدة نكون أقوياء بعد هذه الحادثة.